مشاهدينا الكرام، إذن المزيد عن موقف البرلمان الأوروبي ينضم إلينا من الرباط الأستاذ الدكتور عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أستاذ منار السليمي أهلا بكم. أهلا وسهلا بك أخ محمد، مرحبا. إذن من خلال متابعتك للنقاش والتصويت ومضمون الموقف في البرلمان الأوروبي، ضعنا في سياقه. أولا السياق سأعود هنا إلى تذكير بعض التصريحات وبعض التقارير التي صدرت على الأوروبيين في السنة الماضية، لأن هناك يبدو بأنه كان هناك إعداد ليصلوا إلى هذه اللحظة ويصدر هذا القرار. تتذكرون جيدا لما كان هناك تقرير يقول من الأوروبيين بأن المغرب هو تحول إلى تركيا غرب المتوسط. لماذا أذكر بهذه المسألة؟ الأوروبيين لا يريدون أن تكون هناك قوة إقليمية صاعدة، خاصة أنهم في مرحلة يضعفون فيها، وهذا تشير إليه كل التقارير التي تراقب التطورات التي تجري في النظام الدولي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أن كانت هناك الكثير من التقارير تشير إلى أن المغرب يغير تحالفاته في المنطقة، تحالف جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع إسرائيل، مع بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي. إذن هذا السياق هو الذي يفسر هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، والذي علق عليه أوروبيين أنفسهم بالقول بأن هناك محاولة للضغط على الدبلوماسية المغربية، بمعنى أن هناك مساومات بدأت، لا يريدون من المغرب أن يكون قوة إقليمية في المنطقة. يعرفون جيدا بأنه داخل أوروبا هناك دول بدأت تقول بأن المغرب تفوق عليها في غرب إفريقيا، بأن المغرب استثماراته في إفريقيا فاتت هذه الدول. هذه كلها عناصر تبين تلك اللحظة التي اعتمدوا فيها على قضية واحدة تتعلق بشخص، طيب، لا تتعلق بالصحافة، طيب، وبنوا عليها قرار. ونعم، حينما تتحدث عن مسألة توظيف مسألة أو قضايا حرية الرأي والتعبير في هذا السياق الذي ذكرت أنت محدداته الأساسية، الآن ما قراءتك القانونية والسياسية في هذا الموقف الآن بناء على مضمونه؟ القراءة القانونية أقول هنا ما قاله أحد الأعضاء من البرلمان الأوروبي لما أشار بأنه غير مسموح نهائيا للبرلمان الأوروبي أن يمسح قدميه، بهذه العبارة قال، في العدالة أو القضاء المغربي. هذا خطأ قاتل في عمل البرلمان الأوروبي لما يعطي لنفسه صلاحيات لا توجد لكي يتدخل في عمل القضاء المغربي، هذا غير مسموح به. أكثر من ذلك، من الناحية القانونية على ماذا بنى؟ بنى على تقارير منظمات مطعون في مصداقيتها. أكثر من ذلك، حالة واحدة تتعلق بالحق العام لا علاقة لها بالعمل الصحفي، كيف يمكن لبرلمان أن يبني على حالة لا زالت مطروحة أمام القضاء وفيها كل الضمانات ليتدخل في عمل مؤسسة قضائية مغربية؟ أعتقد بأن الأمر هو واضح، خطأ قاتل، والكثير من النقاشات كانت على هذا المستوى. هذه لحظة أخرى من المزاج اليسار الأوروبي يرتكب هذه الأخطاء القاتلة، وأعتقد بأن المغرب واضح أمامه قوة إقليمية، المغرب له سيادة، ولا يسمح بتاتا للأوروبيين، لهذا البرلمان الأوروبي، بأن يتدخل في أمور هي من صلاحيته، من صميم الشؤون الداخلية للدول، وهنا أتحدث بميثاق الأمم المتحدة. دكتور عبد الرحيم منار السليمي، أنت تذكر وزير الخارجية المغربي في حوار في سنة 2021 حذر من هذه المسألة، بأن هناك أطراف تريد أن تورط مؤسسات الاتحاد الأوروبي في صراع مع المغرب، رغم أن الشراكة كما قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، قال بأن اللبنة الأساسية في شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط
هو المغرب، هو اللبنة الأساسية. ولكن هذه المسألة ستلاحظ بأنه منذ بداية الدورة الحالية للبرلمان الأوروبي 112 سؤال حول المغرب، 18 مشروع تعديل في سنة 2022، 4 قرارات في سنة 2022. ليس عاديا، هناك أطراف في مرحلة معينة يحكمها سياق هي تدفع إلى صراع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وضمنها البرلمان الأوروبي مع المغرب. وهذا بمعنى سنقول هنا من هو الطرف الخاسر. الطرف الخاسر ليس هو المغرب، الطرف الخاسر هو هذه الشراكة الاستراتيجية التي أرادها الاتحاد الأوروبي نفسه، وفيها العديد من المضامين. يعرفون جيدا بأن المغرب غير مجالات شراكات. المغرب الآن له شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا، أقول هذه المسألة، مع دول في آسيا، الصين والهند. إذن يعرفون جيدا بأن المغرب له توجه في السياسة الخارجية، والخطأ اليوم هو في الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته هو بات ضعيفا، ولا يمكن أن يفرض شروطه على المغرب، ولن يسمح المغرب للأوروبيين بأن يتدخلوا في سيادته. لأننا اليوم، وهذا هذه قال وزير الخارجية المغربي منذ سنتين، مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، هذه واضحة. وتوجهات السياسة الخارجية المغربية هي واضحة أيضا، لنا سياسة خارجية مستقلة لا تقبل الضغط ولا تقبل المساواة. لماذا؟ لأننا قوة إقليمية. وأنا أوضح من داخل العلاقات الدولية التي يفهم الكثيرون، التجارب تبين لما يكون هناك صعود لقوة إقليمية وهي المغرب اليوم، أطراف أخرى كانت مهيمنة وهي موجودة داخل الاتحاد الأوروبي لا تقبل بهذا الصعود، فتبدأ في عملية خلق هذا النوع من المشاكل. أولها بدأ منذ مدة، وهذه أحد مظاهرها، ولكن ارتكبوا خطأ قاتلا لما اعتمدوا على قضية معروفة بت فيها القضاء المغربي، ولا زال مسطرة، لا زالت جارية، قضية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بممارسة الصحافة. لما يخرج المجلس الوطني للصحافة ويقول بأن هذه المسألة لا علاقة للصحافة، بمعنى أن يصبح هنا بالنسبة للأوروبيين، هل ستكون منظمات حقوقية مطعون في مصداقيتها أكثر مصداقية من مؤسساتنا المغربية؟ هذا غير مقبول نهائياً.